اللي هو هواتي. عايز بقى اطلع اللي هو الارقام واحددها. طب طلع. طب ما انا عايز حضرتك تعملها لي. ازاي بتطلع؟ ازاي بتشغله يعني؟ انا بسجل فيديو دلوقتي. تيجي بيلد كده وتعمل له كومبايل. تمام. هيطلع لك دي اي انت عايز يعمل فيلد للكومبايل، قول له اوكي. واستنى الكومبايل اهو عملوا لك مفيش ايرور، هتعمله بيلد بعد كده. هي بيلد هيطلع لك بيلد هنا اهو صفر صفر بعد كده. لازم تدول مش كل مره، هم عملته ما اول مره خلاص، بعد كده تشغل اكزكيوت اكزكيوت تشغل. هيسألك what is هي result name، تقول له مثلا ار واحد ار result. لا ده انا ما استغناش عنك، كتبناه. بس خلاص طلع الفايل بتاع الار result. مش انت اديتها اسم الريزلت؟ طب ده طلع فايل. ايوه اوبن اوبن. ايوه وبين هنا هو الدين. انا كمان هو عايز ايه في حطيته فين هنا في ال 12. طيب تيجي تصلح اذا بيطلع في اللف بره اول فايلز. طلع بقى فين اسمه ار 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 دي. اه دي الريزلت. اخدها كوبي بيست. اخدها بقى ناخدها بقى ماشي. هات ال بص تعملها ايه بيست يلا. بس دي مش متوزعين بقى، ده هما في دي بس. عايز توزعهم تكتب داتا، تجيب داتا ماشي تمام، وتكتب عايز توزعهم بقى تكست فين تكست كولوم. يعني ونوزعهم على كولوم، تقول له وزع هيطلع لك دي، تقول له نيكست نيكست خلاص فينش. وزعهم لك، عايز ترسمهم بقى تحددهم كلهم. طيب ماشي، رسم سهل عارفين.